أم كريم وأبو كريم وبنتهم ميرا نزحوا من قطاع غزة. إصابة نور تشعل مواقع التواصل الاجتماعي يوم بعد يوم، يتساءل الجميع عن حالتها، وهل تم إجراء العملية؟ وهل خبر نقل نور والدة ميرا إلى خارج مصر للعلاج حقيقي أو لا؟ تابعوا الفيديو، لكن أولاً أتمنى الاشتراك في القناة. بعد انتشار فيديو ميرا وهي تبكي بجنب والدتها بعد إصابتها على مستوى الرأس في قصف إسرائيلي استهدف منزلهم ليتم نقلها للمستشفى، لكن انصدمت نور بعد أن عرفت أن مستشفيات غزة لايتم إجراء فيها العمليات الجراحية. رواد مواقع السوشيال ميديا والذين تفاعلوا معها وتابعوا أخبارها لحظة بلحظة تساءلوا عن حقيقة نقلها إلى مصر لإجراء العملية، لكن للأسف الخبر ليس حقيقي ومجرد إشاعات فقط، ونور لا تزالها في فلسطين. نور لحد اللحظة تعاني في صمت على فراش المستشفى تنتظر خبر نقلها إلى أحد المستشفيات لإجراء العملية. فنتمنى من الجميع الدعاء لها بالشفاء العاجل والتعليق بهاشتاغ أنقذوا نور، لعلك تكون السبب في إنقاذ نور.